لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. یہ گواہی ایمان، ملے اس میں ہی امان. کر یہ ورد اے انسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. By it we affirm our faith، by it we are rendered safe. So O human say it، say لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حدیث پاک نے دی خبر، فرمان خیر بشر. سب ذکروں میں ہے بہتر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. It has reached us in hadith from the most elect Nabi، the best invocation is لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.